إذن in the last lesson we talked about must, have to and should. الدرس الماضي حكينا طلابي عن must يجب, have to ينبغي أو يجب أيضا أو يلزم, والشود بمعنى ينبغي. Okay. اليوم today we are going to do a homework about this lesson. اليوم راح نحل وظيفة حول هذا الدرس. لكن قبل البدء بالحل الوظيفة خلينا نعمل مراجعة للدرس الماضي. Yes. إذن اليوم راح نتعرف هو how to do the exercises related to must, have to and should correctly. سأتعلم اليوم كيف سأحل التمارين, حل التمارين الأفعال المساعدة يجب, يجب, ينبغي بشكل صحيح. كيف راح نحل هاي التمارين بشكل صحيح؟ بالدرس الماضي حكينا عن الماست يس والهاف تو والشود. أوكي الماست, ما معنى الماست وكيف ننفي الماست ولماذا نستخدم الماست؟ يس أستاذ. نعم تفضلي أستاذ. use must to express storing obligation when the obligation comes you. استخدام يجب للتعبير عن إلزام قوي عندما يكون إلزام يأتي منك, واستخدم فيها بمصن. ممتاز, أحسنتي أحسنتي, ممتاز. إذن الماست يجب نفي ما صنت زائد verb 1 زائد المصدر. باختصار نستخدم الماست للتعبير عن إلزام قوي, وهذا الإلزام غالبا ما يأتي منك. أنا هلا بدي ركز أنه هون الماست أنه مو هو دائما نحن بنستخدمه للتعبير عن أمر نابع منك. يعني ما بيسأل مثلا أنت يجب أن تدرس, you must study, you must study hard, يجب أن تدرس بجد. ممكن نحن يعني يكون هذا الأمر موجه من شخص ما آخر, ما يعني ما في مشكلة. طيب الـ have to, yes الـ have to. نعم أستاذ, نعم أستاذ. تفضل يا محمد. يس أستاذ, نفي have to من نفيها يا بالdon't يا بالdoesn't. أستاذ وdidn't ما بتنفع have to, وبعضها طبعا بعد الـ have to بيكون بالمصدر الفعل. نعم. ومعناتها يجب أو ينبغي. تمام. وتكون الإلزام يأتي من الشخص الآخر, إلزام قوي, للتعبير عن الإلزام قوي. تمام. إكسلنت, أحسنت يا محمد. إذن have to يجب أيضا النفي الـ have to, don't have to أو doesn't have to. طبعا أنتوا بهاي السنة مطلوب منكم فقط النفي الـ have to هو don't have to. أما doesn't طبعا هي doesn't تجمع الـ he والشي والـ it. اوكي ما في عندنا ضمائر بالاثناء التمارين يعني انه باستخدام دزنت, فهي الهاف تو نفي دونت هاف تو, هي بتجمع الاي وي ذي. طبعا بيجي بعد الهاف تو او دونت هاف تو ياتي المصدر ايضا. بيستخدم ايضا الهاف تو هي بمعنى ايضا يجب او ينبغي وللتعبير عن الزام قوي عندما يكون الالزام ياتي من شخص ما اخر. تمام. نتذكر المثال مثلا يجب ان نرتدي اللباس الموحد الى المدرسه. We have to wear a uniform to school. ذكرنا هذا المثال. We have to wear a uniform to school. يجب أن نلبس اللباس الموحد إلى المدرسة. هذا إلزام جاي من شو؟ من المدرسة, من القوانين إذا, أو من شخص ما آخر من جهة أخرى. Yes. أخيرا في عنا should أو shouldn't, ينبغي أو لا ينبغي. Yes. نعم أستاذ. طيب حنان تفضلي. استخدم ينبغي للتعبير عن إلزام خفيف. Use shouldn't they express meal obligation. Obligation. تمام. Obligation. تمام. إذا إلزام خفيف بتعبر عن, تعبر عن إلزام خفيف, وشود هي بتعبر عن النصيحة. تمام. يعني ما هو إلزام قوي بمعنى ينبغي, هذا الشيء بيعود يعني للشخص إن قام به أو لم يقم به. تمام. نعم. إن المثال you should go and visit him, ينبغي أن تذهب وتزوره مثلا. Yes. طيب هيك هي راجعنا الماست والهاف تو والشود. أوكي. في ملاحظة أخرى نرجع نذكر فيها. الملاحظة هي إنه الماست هي أقوى أنواع الأمر في اللغة الإنجليزية. أقوى أنواع الأمر أو الإلزام في اللغة الإنجليزية هي شو؟ الماست. أوكي. تعبر عن حالة ضرورية أو إلزام قوي في اللغة الإنجليزية.
تجي في عن الهاف تو، اوكي بتمنى شايفين هاف تو وهي تعبر عن قوة الأمر ولكن ليس بقوة سابقتها، ليس بقوة الماست. تمام؟ طيب الشود، أما بالنسبة للشود فهي تعتبر أنواع أضعاف، أضعف أنواع الأمر، أضعف أنواع الأمر هي الشود، أوكي؟ وغالبا ما تعبر عن النصيحة، وغالبا ما تعبر عن النصيحة، يعني احنا عندنا اقوى شيء الماست، بعدين بيجي عندنا الهاف تو، واخر شيء الشود. اوكي هذا هو ملخص درسنا. يعني هلا ممكن نشوف مثلا احنا بجمل مستخدمه الماست يجب، والفاعل ما هو اي انا مثلا، تمام، انا يجب ان ادرس او يجب ان اعمل الى اخره، ممكن نستخدمه عن طريق يو انت حسب الحاله. انا ايش باختصار يعني مشان نوصل لكم فكره، حسب الحاله اوكي انا بستخدم شو هذه الافعال المساعده. يعني وقت يكون في عندنا حاله ضروريه جدا جدا والزام قوي نستخدم هنا ماست. اوكي الهاف تو بتجيب يعني درجه اقل، الشود هي اضعف شيء.